والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. وبعد ما يقول رضي الله عنهم رضوان يجي واحد يقول لي ما رضي ويشككنا في الرضا، يقول لا تشككني في كلام ربي، عندك أنت خبر منين تجيبه؟ هذا خبر الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا جل جلاله وتعالى في علاه. جاءوا قوم وتبايعوا وبايعوا النبي تحت الشجرة، فلان وفلان 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 وبايعهم النبي. أنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت، فعلم ما في، وهو العالم، هو العالم جل فعلم في، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يجينا واحد بعد كم سنين يقول لي هذول كان في قلوبهم كذا، هذول كان في قلوبهم. أنا أقول لك ربي يقول فعلم ما في قلوبهم. أنت تجي اليوم بتظهر لي خبايا قلوبهم أنت؟ قال عندي استنتاج، عندي تاريخ. والله ما نقبل تاريخ أمام القرآن، ما نقبل تاريخ أمام خبر الرحمن جل جلاله. ما هذا تاريخ ذل تخبيط معك وشيء من الشماريخ اللي أخذتها وبغت تقاوي بها وحي الجبار المنزل جل جلاله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ولما وصف المهاجرين والأنصار في وصف نقرأه في القرآن في سورة الحشر، وصف هؤلاء وصف هؤلاء، وقال أولئك هم الصادقون، وقال عن هؤلاء فأولئك هم المفلحون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. والسؤال لما أنزل الله هذه الآية هل كان يعلم عن هؤلاء الذين وصفهم المهاجرين والأنصار ما سيفعل كل فرد منهم بدقة بذرات ما سيفعل وسينوي إلى أن يموت، أو كان لا يعلم؟ عند إنزال الآية أكان الله الذي أنزل الآية يعلم ما سيفعل كل فرد منهم بدقة في كل خطرة ستخطر عليه وكل نية سينويها إلى أن يموت وكل تصرف سيتصرفه، أكان يعلم أم كان لا يعلم؟ كان يعلم. ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فما أذن لمن جاتي بعدهم إلا أن يكون على هذا المنهج وهذا النمط. إذا علمنا ذلك فإن الأمة لا يمكن أن تنقد ولا أن تسعد بإثارة النعرات ولا بشيء من تلك الآفات التي تصيب الناس. ونحن لو اختلفنا على أبسط الأشياء لدخل الشيطان بيننا ولو كان دنيا، أما أن نأتي إلى أكابرنا وفاضلنا ونحكم بعد ذلك أهواءنا أو نحكم بعد ذلك نفوسنا أو نظن أن محبتنا لأحد منهم تقتضي شيئا من تلبية أهوائنا أو نفوسنا أو بحثنا عن مال أو عن سلطان أو عن وجاهة في الدنيا، أو أن محبة بعضهم تقتضي بعض الآخر، كل ذلك من الأوهام التي حدثت في الأمة، ومع حدوثها حدثت ظلمة وحدثت آثار أيضا من الفتن، والأمة في غنى عنها، والأمة صلاحها بالسلامة منها، والأمة صلاحها بإدراك الحقيقة التي تحدث عنها الحق ورسوله وكفى بها. وما نستفيده بعد ذلك من أنواع العبر فيما قبل الإسلام وفي عهد الإسلام على ممر القرون ما توافق مع هذا الوحي وتطابق فيمكننا الاستفادة منه وإعمال عقولنا بأنوار الوحي فيه، وما لم يتفق معه فنحن أسمى من أن نحول زمامنا من تسليم للعلي الأعلى ورسوله خير الملا إلى أقاويل أو إلى أباطيل أو إلى آراء أو إلى جدال أو إلى شيء من كل ذلك،